السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الخبيزة اللي كتجي لذيذة بمعنى الكلمة، وكتجي زوينة في الفطور ولا في الكوداي. كتجي خبزة اللي هي مميزة ومحضرة بواحد الطريقة زوينة بزاف. اللي كنحتاجو ليها، عندي هنا واحد كمية ديال الدقيق فورس، عندي هنا تقريبا واحد نص كيلو ديال الفرس، مهم على حسب العدد ديال الخبيزات اللي غادي تصوبوا. عندي هنا ماء دافي للعجن، عندي خميرة، عندي القليل من السانوج، ملحة، وهنا عندي بصلة محمرة، وعندي هنا الزعتر. بالنسبة للتنسيم، يمكن لنا الا ما بغيناش نديرو ليها البصله كنديرو النافع في الاول، ولا نسموها باي حاجه اخرى. انا اختاريت ملي درت هنا البصله، اختاريت بانني ندير ليها السانوج، لان غادي يتواتى مزيان مع هذا المذاق المالح ديالها، وحتى النافع حتى هو يمكن لكم ديروه. اذا ان شاء الله غادي ناخذو، نسيت عندي هنا واحد الملعقه ديال السكر، نديرو ملعقة السكر، جوج معالق ديال الخميرة، غنزيد السانوج قليل، الحبات من السانوج، نضيف الملح، حاجه غادي نعجنوا هاد المكونات الاخرى غادي نخليوها من بعد. حاجه غادي ناخذ العجينه، نعجنوها عادي كيفاش كنعجنوا الخبز. ها هي كتخمر على جوج ديال المراحل، بعد ما عجناها غادي نغطيوها وغادي نخليوها حتى تخمر. بعد ما خمرت العجينه ديالنا غادي ناخذوها نحاولوا نزيدوا فيها هذيك البصله، تندخل هذيك البصله والزعتر في هذيك العجينه، ونعاود نخليوها ترتاح شويه. فوسا نخليوها ترتاح. الطريقه ديال الطهي ديالها، تناخذوا واحد المقله ولا صينيه ثقيله، تنديروا فيها الزيت، وتنديروها في الفران حتى تسخن. بعد ما سخنات هذيك الزيت في المقله، غناخذوا هذيك الخبزه غندهنو يدينا بالزيت وغنبداو نقرصوه.
كان نديرو جوج ديال الخبزات، انا درت غير وحده. ملي تندهنوها مزيان بالزيت صافي تنديروها في الفران وتنخليوها طيب. الشكل النهائي ديال الخبيزه ديالنا كتجي بحال هكا، كتجي محمره مزيان من الفوق ومن التحت. نقطع لكم واحد الطرف باش نشوفوا كيفاش كتجي، هي باقا سخونه شويه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، اللي عجبته هذا الوصفه يدير جيم لا فيديو يبارطاجيها مع الاصدقاء ديالو، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش دائما توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.